نفسه. نعم طيب، اعطونا استفتاء يا شباب اللي طرحناه على المشاهدين والمستمعين الكرام في حساب البرنامج قبل لا نروح للفاصل. يقول لك ما هي اسباب غياب المهاجم السعودي عن الانديه؟ ضعف المخرجات اخذ 26% بالنسبه للفئات السنيه، المهاجم الاجنبي 42%، تغيير النهج التكتيكي 3%، غياب الموهبه 29%. سعد معي وحده من خيارات الاربع. طبعا هم يتكلمون عن المهاجم الاجنبي على مستوى، احنا كنا نتكلم عن مستوى المهاجمين، ما في مهاجمين يعني هم في العالم قصدك؟ لا احنا نتكلم على مستوى في العالم. في مهاجمين سعد؟ موجود في العالم كله، تعدهم على الاصابع صح؟ يعني موجودين، بس انت تتكلم عن السوبر ستار. انت تلحق سوبر ستار الحين، تعدهم على الاصابع يعني. كريم هو السوبر سوبر ستار. اكيد اكيد، ما في غير كريم بنزيما. نعم طبعا احنا ذكرنا اهم عامل يعني موضوع كشافه اليوم، كان التطبيقات او الموجوده على وسائل التواصل او اللي يشتركون فيها الانديه وتعطيك احصائيات، هي اصبحت اللي تعطيك الشيء هذا. ففي امور عينيه ما اي واحده من ضعف المخرجات والمهاجم الاجنبي ولا تغيير النهج التكتيكي ولا غياب موهبه، اختار لي واحده. في ايش بس معليش عشان المهاجم، ليش غياب المهاجم؟ ضعف المخرجات المفات السنيه، المهاجم الاجنبي ضعف المخرجات. احمد انا اروح للضعف المخرجات في البدايه، والعامل اللاعب الاجنبي ما يعطيك. خلينا نشوف الارقام حقت الفئات السنيه، مين اللي طلعوا لنا من اللاعبين كمهاجمين نتكلم فئات السنيه؟ سامي الجابر من الهلال، اخر مهاجم ظهر من فئات السنيه في الهلال سامي الجابر. الحين عبد الله الرديف، سعد الحارثي من النصر، نايف الزازي الاتحاد، طلال المشعل في الاهلي، فهد المهلل من الشباب. احمد هذا يعني هذا يدلك في السابق في عمل جيد في المخرجات، والشيء اللي ساعد الشيء هذا انه لقوا فرصتهم واعطوهم الثقه والممارسه والاستمراريه في اللعب. فهذه انا قلت لك في البدايه هو العاملين مربوطه ببعض. بس يساعد ترى عبد الرحمن على فكره، معلش احمد، يساعد وجود لاعب الموهبه انه هو يثبت نفسه ايضا. اكيد.